أيها الحضور الكريم، في هذا اللقاء الذي يحمل عنوان لبنان الدور والموقع بين الانتهاكات الإسرائيلية والمواثيق الدولية، يحضر في بالنا شريط العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ سنوات وحقبات احتلاله لأجزاء واسعة من أرضنا وما خلفه من شهداء وجرحى وأبرار جسيمة طالت كل شيء. هذه الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وما يشهده من قتل متعمد لأهله وتدمير للبلدات وأحراق للمزروعات ليس فقط محل إدانة واستنكار من قبلنا، بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حداً لتماديه وإجرامه. في هذه المناسبة لابد من إعادة طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو ووقف نهج القتال والتدمير، فما يشهده لبنان حالياً من أحداث ونعتبرت في العمق صدى للمآسي في قطاع غزة ليست في حقيقتها سوى نتيجة لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية وخرقها المستمر المتمادي للقرار الدولي رقم 1901. لقد بادرت شخصياً منذ اندلاع أحداث غزة على إطلاق النداءات العلنية للحفاظ على الهدوء ولضبط النفس على الحدود الجنوبية، وواجهت التحذيرات من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان ومنه إلى المنطقة. إن خيارنا في لبنان كان ولا يزال هو السلام، وثقافتنا هي ثقافة السلام مبنية على الحق والعدالة وعلى القانون الدولي لا سيما قرار مجلس الأمن 1901. لكننا شعب مرضي ولن يرضى بالاعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أرضه وعلى المدنيين من أدنائه وبخاصة الأطفال والنساء. في المقابل نحن معنيون من منطلقات عروبية ووطنية وإنسانية بحرب الإبادة الفعلية الجارية في حق الفلسطينيين لا سيما في غزة، وما حصل في مستشفى الشفاء من إجرام وانتهاك لكل المواثيق والاعتبارات لا يجوز أن يمر مرور الكرام أمام أعين العالم المتفرج على العدوان المتمادي. وكبلد مستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 نعيد تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين. جوهر السلام هو أن يعيش الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل دولة حرة مستقلة، وكل محاولات لتجاوز هذه الثوابت ستؤدي إلى مزيد من الأزمات في الشرق الأوسط والعالم. ختاماً، من فلسطين تبدأ مسيرة السلام، وفي فلسطين يبدأ تاريخ هذه المنطقة. لا اتفاق سلام يستطيع أن يحيا إلا بضمان حق العودة للفلسطينيين، جميع الفلسطينيين، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تطمس قضية فلسطين. شكراً لكم.